تتذكر كل شيء؟ ايه الحمد لله رب العالمين. الشباب ورفقاتك كله حبايبي، كلهم هون باوروبا وبسوريا، كلهم حبايبي. شعر. اسمي ابو يزن. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. الله يعطيكم العافية. يعني اوعى اوعى الباب، والله فيها مغامرة، ها فيها مغامرة. بسم الله بسم الله، ايوه بسم الله. هلا هو ايوه 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 على المساحه. ايوه 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 والله هو الحكي على تعب مصيبه ما. بس ما يطلع الواحد خلقه. إيه ما في شيء بيجي هيك حي الله شغل اكشور رب اكشور معنا شو يعني. ايه هلا هذا انتم اشتغلتوا ما ايوه، ولسه عم تطالعوا شيء لحتى تفضلوا القرنه. هلا اللي عم يصير انه التركي وقت اللي عم يجي يعطيكم المحل مثلا او يعطي المحل. أيوة. انت هون اخذ الورشه ضمان يعني انه عم تشتغل. ايه بيجي السوري بياخذ القرنه ما بيكون فيها شيء يعني، سكراب وحيطان فاضي مثل الحيطان، بس الحيطان بس. وقت اللي بتشتغلوا بتلاقوا حتى القصص اللي جوا بالحيطان بتلاقوها يعني ما بتخدم الحاله. لا كله الكب كله بنشيله ما لازم. وتجددوا من الاول وجديد احسن لنا، احسن لنا وصاحب والشغل احسن، وهي محل اكل يعني بيكون محل نظافه يعني. هذا غير انه السوري وقت اللي بده يساوي يبني بيت ولا بده يساوي محل شو بده يقول لك؟ بيقول لك كل شيء لازم يكون بحلب. شو بيقولوا له؟ نظامي يعني كل شيء طيق، كل شيء يعطيه مثلا شيء نظامي، كل شيء نظامي يعني. ايه انت حلبي؟ حلبي جنب حلب. جنب حلب. طيب شو بيقول الحلبي وقت بيكون في شغل مزبوط؟ يعطيك العافية يعني شو؟ ايه شو بيكون؟ يقول يعطيك العافية. انت حلبي؟ عشر مزبوط. ايه شو بيقولوا الحلبي وقت بيكون شغلة ماكنة يعني ظريفة؟ الله يعطيك العافية. هي الله يعطيك العافية بعد ما يشتغلها. بس إذا أنا بدي شارطه اللي بده يشتغل إنه بدي شغلة كيف يعني؟ فاهم يعني بيقول له مثلا بدي شغله ظابطه، بدي شغله ماكنه، بدي كذا. انا بدك شغله مثلا شغله كلها ماكنه كثير ماكنه، ما تطب ما اذا بدها تمشي تطب وراك كل شغله كويس، كل شغله كويس. طيب ماكنه ما بتطب قويه، شو في شيء يختصر كل هالشيء هذا بحلب بيقولوا؟ بدي شيء على كيف كيفك مثلا. على كيف كيفك. ايه وشو كمان؟ بدي شيء مكن يعني الغرض. إيه. هلا اقرب لك اياها. الغرض هيك اللي بتحسه انه ما بينتزع، ما بيهرهر، ثابت كذا. شو بيقولوا عنه بحلب؟ اصلي. اصلي. طيب وين من كان بيقولوا اصلي؟ بس بحلب بيقولوا شيء تاني. شو بيقولوا؟ والله ما بعرف، ما يعدي علي. هون حلبي مو حلبي؟ والله ما بعرف. بجوز بقول لك اياها بتقول لي ماني سمعانا بالمره. اللي ابو ايش حضرته؟ والله هذا بصيحوا له ابو محمد. ابو محمد ما في يعني ما ابو ايه؟ ابو حسن. ابو حسن معناته ما اجت ببالك. شنو يعني؟ يعني شو بيقولوا بحلب؟ يعني بس شغله كويس. هلا عم يتفرج علينا بيقولوا قولوا لنا وخلصونا. كل شغله كويس، كل شغله كويس مثلا، يعطيك العافيه. طب امتى مظبوط؟ امتى يقولوا انه هي شغله خلص. إيه؟ خلص يعني. يعني بس تخلص شو بس تخلص وعجبت الشغل بقول لك يعطيك العافيه، هي اجرك الله معك. ايوه كله ملوك يعني. طيب يعني كلمه كويسه طالعه وكله العطله طالعه يعني. طيب اذا هو هذا الشخص اللي حاسبك وخلص وكل شيء وسلمت القصه، سالوه برا قالوا له شلون شايف الشغل، شو بيجاوبون؟ هو ربه. ايه بيقول يعني، بس قصدي شو بدي اقول له مثلا الشغل مزبوط. ايه غير كلمه مزبوط
منيح منيح. طيب ابو حسام، كلمه سمعانا بجوز انت، دقمه. دقمه شو دقمه؟ يعني دقمه يعني شو مضبوط كويس، يعني في كلمه دقمه شو هي في التراك هم بيقولوها دقمه، يعني شو مضبوط كويس. مو التراك، الحلبيه. الحلبيه بيقولوها، الحلبيه ما بيقولوا دقمه؟ بيقولوا ايه. بدي شيء دقمه. لا هي سمعانا اول ما اول ما بسمع منك. لا انت اي دقمه شيء دقمه عرفت. والشغل هون دقمه لكن على طول مع ابو حسن انتو؟ لا اول مره، تاني مره صار. ايوه يلا ان شاء الله تستمروا في شغل. ما في شغل الحمد لله. دورتوا على شغل بتركيا وما لقيتوا فاشتغلتوا بالانشاءات مثل ما بيقولوا؟ لا والله اشتغلنا بالخياطه وكل شيء، يعني شو في شغل بنشتغله، انشاءات ما قربنا عليها. هلا من جديد عم تشتغلوا هيك شيء؟ لا نحن عم نشتغل مع بشار بس هي مساعده. مساعده حلو. مشتغلين بس لنا لعنده. الله يعطيكم العافيه. موتورجي والاخ عجانجي كل شيء. اوتورجي موتورجي موتورجي شو؟ دلفري. اللي بالخياطه شو بيقولوا اللي بيكوي؟ اورتاجي. ايوه اورتاجي. اورتاجي بالتركي. شغاله القصه عندك ضابطه شويه؟ راتب الوصف الحمد لله. نعم. قديش مولدك؟ 2004. 2004 17. كم سنه صار لك عم تشتغل؟ 6 سنين بس مو كله ديفرج، يعني موتورجي نص خياطه نص هيك، يعني مشكل. بتسوق الموتور؟ الموتور بده شهاده. انا مسجل عليها ان شاء الله بعد جمعه جمعتين تطلع لي. بس هلا اذا اشتغلت دورية؟ ايه ما ان شاء الله عم نشوفهم عم ننزل. شلون عم نظبط حالنا؟ عم نظبط حالنا. بس الطرقات صعبه وسريعه وفي شحن وفي يعني. انا بفوت من الخاصه. اها. نحارات الخاصه. الاستيراد اذا ما اضطرينا عليه ما بنطلع. شو اسمك؟ حسن. حسن. تعبت يا حسن ولا؟ لا الحمد لله لساتنا. لسه في روح. لسه في روح، لسه عون عمرنا. الله يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله. والله الشمس مقبولة ما صارت. كيفكم؟ لكن منيح اللي استدلينا. ايه طلع المحل ابو يزن. الله يكرمك، ميت اهلا وسهلا فيك، نورتنا والله. على راسي والله. عم بقول لك في زبون حلبي رايح لعند حلاق حلبي. قال لا، في زبون حلبي رايح لعند صاحب محل دقاني. صح؟ اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله نعيمه انت. احتراماتي. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيكم. لو بعرفوا بهالطول هذا كنا ما اجينا. شيخ الكارثه عبد المعين. عبد الرحمن. انا قبل شوي كنت عم بحكي عن واحد اسمه عبد القادر. نعم والله الاسمين يعني خير الاسماء ما حمد وعبد. عبد القادر. عبد الرحمن جدعان. اشتغل فينا استاذ عبد المعين. عبد الرحمن الجدعان ولا جدعان؟ يعني التنتين الجدعان والجدعان، بس قال التعريف الجدعان يعني. ضروري قال التعريف. نعم ضروري الجدعان، عبد الرحمن الجدعان. نعم. ابو يزن الله يكرمك، اهلا وسهلا فيك. والله حركي هذا ابو يزن ما بدك. والله من الوقت اللي كان عمري 12 سنه 13 سنه بيقولوا لي ابو يزن. كبروك. كبروني من وقت كنت صغير. إيه انت بالضبط من وين؟ انا بالضبط من جسر الشغور الاصل. معناته بين اللاذقية وادلب. الان باللاذقية. ايوه. وعشنا كل عمرنا باللاذقية يعني. أنا سيدي نيالك عندك قرايبين بجسر الشغور وبحلب وبالشام، يعني متنوع القصة. واسطنبول وانطاكيا. يعني انت عايش بالسهول الخضراء كلها، المي والمطر والمياه حياة يعني كلها بقلبنا، المياه والخضار. تذكر تماما المنطقة ما رايح عن بالك. ما مخلي انا ريف ادلب كله رايح له وريف اللاذقية كله رايح له. تتذكر كل شيء؟ ايه الحمد لله رب العالمين. شباب ورفقاتك كله حبايبي، كلهم هون باوروبا وبسوريا كلهم حبايبي. دار. اسمي ابو يزن. كيفك؟ علينا استاذ عبد المعين الله يخليك. فاضي نسالك؟ ايه تفضل جاهز. انا اشتغل انت لا يعني بركه. لا تحرك كثير. خذ راحتك. علينا استاذ عبد المعين. شو في مواعيد ما بالاقامات و لا في الحمد لله الامور ميسره الحمد لله احسن من قبل بكثير، وصارت التسهيلات اكثر بالنسبه للاجانب ان شاء الله اللي عم يجوا على تركيا يعني.
تعرف قديما اللي ما كان يجي على تركيا يعني يلزموه بدخول وكذا والمواعيد بعيدة ومرت فترة عن طريق البريد يعني صارت بعض الإطالة الإقامات بس الحمد لله هلا الأمور جيدة يعني المواعيد ما يعني ما يبعد كتير يعني أسبوع أسبوعين كتير كالعادي يفوت وبيعمل مقابلة وبيطلع. هلا أنتوا كمان يعني بظن آخر فترة صار في شوي هيك حصار على المكاتب ما اللي ما عنده ترخيص اللي ما عنده كذا اللي ما عنده. نعم طبعاً طبعاً صار بعض الفوضى. إيه بس الحمد لله يعني الأمور حالياً أفضل يعني والناس كلها هلا حالياً عم تتجه للترخيص يعني بيكون أفضل دائماً طبعاً يعني. يعني هو الوافد العربي إن كان من الخليج أو غير الخليج ومن هون ومن هون هو زبونكم أكتر شيء يعني هذا أكيد 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 الوافد كورونا إيه طبعا بسبب كورونا شفت يعني معظم الناس صارت في صعوبات تجي خاصة على تركيا يعني وبعض البلدان هي سكرت بالأساس يعني في ناس مثلا بالسعودية ما كانت تحسن تجي يعني لأنه كانت السعودية مسكرة بس حاليا الحمد لله يعني الأمور عم تتيسر يعني بعد ما حاليا فتح الحظر ورجع شيء معقد والناس عم تسأل عنه كتير بس ما عم تعرف جوابه أكتر شيء بيشغلك بالمكتب يعني ما عم توصل المعلومة ما عم يفهموا على يعني لا هلا كل الأمور ميسرة يعني بس إذا بدنا نحكي يعني بشكل عام على الجنسية السورية اللي بترغب للإقامة أكتر شيء إذا بدنا نحكي على الصعوبات الخارجية هي موضوع الفيزا يعني صعب شوية شو ولا السوري والصعوبات الثانية اللي هي أكتر الناس بتعاني منها طبعا جواز السفر يعني في شيء فياز بس في أصول في وراء بتصير الواحد طبعا طبعا في بعض الأمور اللي بدي يستخدم فيزا لتركيا طبعا يعني بدي يروح على القنصلية طبعا شروط الفيزا إقامة في بلد تاني وحساب بنك وبعض الأوراق التانية الثبوتية وطبعا بيفيز لكن في بعض الناس يعني تلاقي صعوبات بالتفييز يعني قسم بياخد فيزا بشكل سهل يعني وبعض الصعوبات مثل لبنان مثلا تعرف فيها ضغط كتير وكذا فبيلاقوا بعض الصعوبات هاي بالنسبة للفيزا. بالنسبة لموضوع الإقامة طبعا يعني السوريين معظم السوريين بيعانوا موضوع جواز السفر تعرف اللي مقيم هون وطالع جواز جديد وتصديق بالقنصلية وما في مواعيد المواعيد كتير صعبة بالقنصلية وغالية وغالية. طيب السؤال اللي أكتر شيء اللي هلا عم بسمعه أنا من فترة شيء ست شهور إنه شفت كتير ناس يعني عملوا لم شمل وجابوا أهلهم يعني بشكل أوتوماتيكي انتظروا عملوا دخلوا على النت حطوا نعم نعم لم الشمل بالنسبة لتركيا أستاذ عبد المعين يعني عم بيكون أكتر شيء للسوري المجنس للسوري المجنس هلا كان حال قديما على باب الهوى كان في اسمه لم الشمل وكذا بس واقف بس اما لم الشمل هلق على تركيا يعني المعظم عم بيكون الشخص المجنس يعني عم بيعمل مثل دعوه بالنوتر عند كاتب العدل بيعمل دعوه بالنوتر انه هو حامل الجنسيه التركيه وبيجيب طبعا في ناس يعني اللي شفته انا ما عندهم جنسيات بس في عندهم شيء ممكن نعم هذا الامر بيرجع يعني تقديره بيرجع للقنصليه او السفاره اللي عم عنده الشروط يعني مستوفيه يعني ممكن شخص عن طريق اذن العمل يجيب ممكن عن طريق دعوه شركه يجيب عرفت شلون بس كلم شمل وكذا يعني اللي عم ياخذ تقريبا 100% هو الدعوة انا بقصد الدعوه انا نعم الدعوه انا سؤالي غلط دعوه قصدي دعوه زياره ايه دعوه زياره ايه يعني بس هذا التقدير والامر بيرجع للقنصليه يعني انت عملت دعوه لاقربائك او اصدقائك تطلع ممكن ما تطلع توافق ممكن ما تتوافق هذا الامر بيعود للسفاره اذا كان من الدرجه الاولى بيجوز اسهل نعم اكيد الدرجه الاولى بيكون اسهل نعم اذا كان الدرجه الاولى بيكون اسهل هي لهنا كول اهلا وسهلا والله نور انت اول ما اجيت اشتغلت بصوت الحلاقه ولا صار لي 25 26 سنه صار لي بالحلاقه سوريا وهون الحمد لله اجينا لهون اشتغلنا يعني مبدئيا وقت اللي اجينا اشتغلنا يعني عند ناس يعني بينا كم سنه وبعدين الله كرمنا وفتح علينا والحمد لله شغالين انت ملاحظ يعني وين ما رحت في حلاقين سوريين وكتار عدد منيح يعني لأنه في مقيمين وفي شباب وفي مجتمع السوري صار كبير كتير هون يعني إجباري والناس كتير في شباب إجت من سوريا صغار بالعمر فما في وسيلة بإيده لحتى يعيش يعني ما في يبقى يشتغل المعامل يعني بيقولوا يعني بيقولوا الحلاق إذا بده يستمر غير يعني قديش مواصفات لازم تكون عنده معلميته وخبرته ولسانه كتير يعني بيحكي كتير أو ما بيحكي بالمرة ما لا 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 بس بقصد إنه الشيء الأساسي إنه يكون عنده مثلا 200 زبون كافي إنه هذول 200 بيجون عنده ولا أكتر لازم والله شوف بالنسبة لألي حبايبي كتار فضل الله يعني السابتين يعني بتعرف إنه هذول السابتين والله يمكن أكتر بشوي أقل بشوي تطالع السقف يعني ما ماشي حالك فضل لله عز وجل الحمد لله
حبايب كتار يعني الحمد لله رب العالمين حبايبنا كتار. أنا من 5 سنوات عنده يعني. يعني في ناس من جاي تاع تركيا ما غيرته. أبدا هو جاري بالمكتب وجاري هوني في المنطقة والحمد لله. في ناس لحقتني من سوريا لهم. غير خبرتك الملأة ما هيك الحكي وال. طبعا لك الموضوع هو موضوع اجتماعي جدا يعني بحت موضوع اجتماعي بحت يعني بدك تكون أنت مثلا مع الناس حسن الملأة طيبة القلب. ما بينشف الريق. والله بينشف الريق يعني شو. طيب وقت بتوصل على البيت يعني بتسكت ما بقى تحكي. هلا أنا بقول للشباب يعني بقول للشباب مصلحتنا اجتماعية جدا قوية يعني اجتماعيتها قوية جدا. الناس بتجي. بس ولكن بس تدخل على البيت بتصير اجتماعيتك صفر إذا ما صفر يعني 5%. ليش؟ معناته ما في بقى طاقة يعني أنت عم تعطي طاقتك كلها للناس وعم تشرب هموم الناس. شو ذنبها أم يزن؟ والله الله يكون بعونها أم يزن معي والله يعني وقفت معي كثير والله وقدمت معي كثير والله. فبالتالي هلأ وقت اللي بتروح هنيك هي بتحكي أكثر يعني بغيابك بتكون والله هي يعني لما بتستقبلني ما شاء الله عليها بتستقبلني يعني بروح مرحة هيك يعني ما بتقلي مثلا الله يعطيك العافية كذا. أنا والله بكون هلكان الأولاد حوالي أنا أولادي يعني بيتمنوا جيتي على البيت أكثر يعني كيف بدي أقول لك يعني بدهم بس وصل على البيت ايوه يعني بحبوا دخلتي على البيت وما يعني وما بحبوا طلعتي من البيت. ليش شوي مرح انا هون يعني بالبيت يعني بحاول قارن انا عرفت كيف يعني الحمد لله رب العالمين يعني فينا شوي بما اني انا يعني بالمصلحه قديم بقدر يعني بقدر اقارن مثلا باخذ من هون شوي. ابو يزن هون بيحكي والناس بتسمع بالبيت بيسمع والناس هو يزن بتحكي. الله يعطيكم العافيه ونعيما. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم الله يهون مسعاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم الله محيي ملقاكم وين ما كنتوا شو ما عملتوا محلى الجمعة وياكم.